لن تغيب صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فقط عن الجنيه، وإنما أيضا صورة الاسترلين القوي المرسوم في ذاكرة البريطانيين وهم يشاهدون عملتهم تتهاوى إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام نظيرتها الأمريكية. حينما اعتلت الراحلة العرش عام 1952 كانت قيمة عملة بريطانيا العظمى عند دولارين وثمانين سنتا، غير أن تآكل مكانة البلاد تدريجيا من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دفع الجنيه للتقهقر سنة تلو الأخرى إلى أن بلغ أدنى مستوياته التاريخية المتدنية، واقع ورثه الملك تشارلز الثالث الذي لا يبدو متحمسا لطباعة صورته على الاسترليني وهو يشاهده دون مستوى الدولار وستة سنتات. صحيح أن قوة الدولار أطاحت بغالبية عملات الدول الكبرى والناشئة، لكن الاسترليني تمادى في هبوطه، وإذا عرف السبب بطل العجب. خروج من عضوية الاتحاد الأوروبي تحت مسمى بريكزيت، ثم حرب أشعل الروس فتيلها في أوكرانيا وأشعلوا معها أثمان مصادر الطاقة، عوامل تضافرت فأربكت آفاق الاقتصاد البريطاني وقادت عملة البلاد إلى هذه المستويات الدنيا. البلد الذي ينتظر بلوغ التضخم فيه 15% مطلع العام المقبل استقبل حكومة ليز تراس بحماس فاتر، ذلك أن سلفها بوريس جونسون لم يفلح بدوره في العثور على حلول لمشكلات سادس أكبر اقتصاد في العالم. وحينما تسلمت السيدة البالغة من العمر 49 عاما رأس هرم السلطة التنفيذية، كشفت عن خطة إعفاءات كان لها الأثر البالغ في استئناف العملة مسيرتها الهابطة. الجنيه فور سماعه بخطة الإعفاءات الضريبية راكم خسائره الأسبوع الماضي إلى 5%، لتنبري مؤسسات مالية كبرى للإدلاء برأيها. عليكم الحذر، فالإسترليني وشيكا سترونه معادلا للدولار، هكذا توقعت مؤسسة ING الهولندية وكذلك بنك دوتشي الألماني. عملة الدولة التي حكمت أهم بقاع العالم عقودا مضت أصابتها الهشاشة أكثر من أي وقت مضى، واليوم يأمر البريطانيون في أن يكف الجنيه عن انهزامه أمام الدولار ليتمكنوا من الحفاظ على مدخراتهم أو ما تبقى منها قبل أن تتبخر.